أبو عمار يقول الشيخ: ما حكم ترك الحج مع القدرة عليه؟ حج الفريضة لا يجوز أن يتركه مع القدرة عليه، بل يبادر بأدائه، وإذا تركه فولي الأمر يلزمه بذلك، لأنه واجب وركن من أركان الإسلام. أما إذا كان حج نافلة فالأمر واسع، إن شاء حج وإن شاء لم يحج، أراد زيادة الخير وزيادة الأجر يحج، وإن لم يحج فلا حرج عليه، إنه سنة. نعم.